حربي ابو العينين المهدي يا باشا. صباح الفل يا باشا. كان محكوم عليك بكام سنة يالا؟ 5 سعادتك. سرقة؟ لا يا باشا خناقة. بلطجي يا روح أمك؟ لا يا باشا ده منظر واحد بلطجي، ده أنا طول عمري ماشي جنب الحيط، وأتعشى وأنام على طول سعادتك. أمال دخلوك السجن ليه؟ أهو يا باشا طيش الشباب بقى. ودلوقتي كبرت؟ وعقلت سعادتك. ولو ما عقلتش، إحنا نعقلك. إن شاء الله يا باشا مش هتسمع عني غير كل خير. المنطقة هنا مش ناقصة لبش. لو اسمك عدى عليا هفرمك. يا باشا انا ناوي امشي جنب الحيط زي ما قلت لسعادتك، وكفى الله المؤمنين القتال. انت هتفتي انا ولا ايه؟ خلاص يا باشا انا اسف، انا اخرست خالص. انت عليك سنه مراقبه، يعني المفروض كل ليله تسلم نفسك هنا وتبات في القسم، بس المشرحه مش ناقصه قتلة. احسن لك تمشي عدل اللي هوديك ورا الشمس، فاهم يالا؟ فاهم يا باشا فاهم. انت واقف بتنح كده ليه؟ ما تغور من قدامي. مع السلامه يا باشا. مع السلامه يا باشا. 75 بلبل يا معلمة. طب ما نفكك لك العربية وتاخدها بالمرة يا معلم. لا خفيفي أوان، ضحكتني الصبح. ادفع لهم يا بضايا ويخلص. لا والنعمة ما ينفع الله. ده احنا طفحنا الكوت يا معلمة لغاية ما لمينا البضاعة دي. طب أقول لك على حاجة، والنعمة تبقى البيعة خسرانة. يعني يديك نخسر يا معلمة. خلاص يا بركة، أنا ما يهونش عليا أزعلك. أبضايا زين وبركة مستشوين البيعة. قول العيال ترجع البضاعة تاني العربية، بين البايع والشاري يفتح الله. هو يفتح الله يا معلمة، رجع يا ياض. ايه يا معلمة بضايا في ايه بالرأي؟ يا جدع استنى منك ليه، انت ما صدقت ولا ايه؟ الله ده رأي يا معلمة انشراح، هي دي أول مرة نتعامل فيها مع بعض ولا ايه؟ ده رزق يا معلمة، وقطع رزق حرام. أنا اللي كسر كلامي ما يلزمنيش. زين المعلمة عندها حق، احنا اللي غلطانين. غلطانين في ايه يا سبركة؟ هو ما حدش برضه يستدعي يكسر كمل المعلمه برضه يا زين. ايوه ما هو برضه يعني الكلام اللي بتقول المعلمه ده ما يجيبش همه. معلش عشان خاطر انا تتعوض المره الجايه. ولا يا معلمه انا بحبك لله في الله يا واد يا بركه، ومش هرجعك مكسور الخاطر ابدا. تعرف ان انت اللي بتفهم اللي فيهم. زودوا مع 10 كتير يا معلمه، ما لو كل واحد هنزود له 10 جنيه كنا قلبناها محل بقاله بقى. انت هتكسر كلام المعلمه ولا ايه؟ عليا النعمه كلامها بينزل الارض ابدا. ابقى بضايع ابقى يا جدع، خلينا نخلص من اليوم اللي مش ناوي اعدي ده بقى. ابضاي ادفع لهم واخلص. هات يا عم زين بتعد ايه، خليهم ببركتهم يدوب العزه يا معلمه. سلام. يلا زين يلا يلا. العيال دول بليه حاوي يا معلمة، بس دمهم خفيف وشغيلة. بس الواد زين ده لسانه زالف. انطول اصوله. هيحصل بإذن الله هيحصل. حجر خلص، انا هروح كفاية كده. روح هاتلي العربية تعالى وصلني وارجع تاني على هنا. لم الإيراد وظبط حساباتك وهات الإيراد وتعاليلي على البيت. أنا يا معلمة عناية. يا عم رزق ما تخف ايدك على العربيه شويه، شايفها ليموزين يعني. ايوه خف الميه شويه يا عم رزق، ده العربيه بوش في ايدك. ايوه يا واد يا بركه ملعوبه. حميتنا بس ملعوبه. على كيمو. ماشي ماشي. ايوه يا ليك. وبعدين يا دي بركه، الناس دي هتفضل تاكل عرقنا كده ونسكت لها ولا ايه؟ يا عم ربك على المفتري يا عم. قالوا الفرعون ايه فرعانك؟ يا عم فوت، ما حلو اقول الحمد لله، فوت يا اخي. والله ما انا عارف هنفضل نفوت لحد امتى. الشاي المية مية للناس المية مية. تسلم ايدك هذا كيمو اهي. حبيبي بركة. يا كيمو امرني يا عمنا. معكش حاجة تعدل الدماغ؟ طلع اللي حليح وانا ابرز. خد يا اخويا. امسك.
ايوه جاي. ايه يا عم زين؟ روق بقى كده امال، روق. والله ما انا عارف بقى الدنيا هتفضل معانده معانا لحد امتى يا بركه؟ لحد ما تلعبها كيكه على العالي يا زين وتنط فوقيها. انا حربي حربي، وحشنا حربي، وحشنا هو حربي. ايوه يا اخويا، عشان كده في الخمس سنين اللي فاتوا كنت كل يوم والتاني بتيجوا تزوروني في السجن. جرايا زين يا اشقر، كنت نايم في حضنك ليله امبارح ولا اتصيت في نظرك ومش شايف من واقف قدامك؟ عليا النعمه انا ما مصدق نفسي، معقول هذا الخمس سنين عدوا بالسرعه دي؟ الله يخرب بيت عقلك، كنت عايزهم يطولوا اكتر من كده كمان انا ولا ايه؟ مش قصدي يا صاحبي، تعالى تعالى. ولا كيمو، احلى كوبايه شاي عندك لحرب المهدي، صاحبي وحبيبي واخويا كوماندت العته دي كلها. اقعد يا حرب، اقعد اقعد. والله زمان يا صاحبي. خرجت من السجن امتى؟ النهارده الصبح نقلوني من اللومان على القسم، واول ما خرجت من هناك قلت اجي المنطقه اشقر عليكم واشوف اخباركم ايه. اخبارنا والله اخبارنا نتسرع عدو على حبيبي يا حربي، ساعة ما خدوك مننا والكيكة نزلت في الواطي على الاخر. ولا يهمكم، الدنيا دوارة ومسيرة هتروق وتحمي، ومدام حربي وصل يبقى الكيكة هتطلع تاني في العالي، في العالي قوي 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 يا ولا. ايوه من بقك لباب السماء يا رب. الحمد لله على السلامة يا عم الشباب. الله يسلمك يا كيمو، عامل ايه؟ الحمد لله نحمده على اي حال. اه بالمناسبة الباب في حياتك في الست الوالدة، يعني هي جت متأخرة بس يعني ده حال الدنيا. تشكر يا كيمو. عملت لأم جنازة كويسة؟ اتسطرت يا صاحبي، وكانت ليلتها زي الفل كمان. كان نفسي أكون موجود وآخد عذاب بنفسي. معلش، ما احنا نشرب كوبايتين الشاي دول ونطلع نقرا الفاتحة كلنا. بقول لكم يا شباب، ما تيجي نقوم نروح المدافن دلوقتي، صح؟ يلا يلا. ما تستنى يا جدع ما يشرب الشاي بتاعه. يا عم الشاي معانا على طول، يلا يلا بس يلا. هو في إيه يا جدع؟ ده الواد حربي خرج من السجن يا جدعان. معقولة الخمس سنين لحقوا يعدوا بسرعة؟ الحمد لله على السلامة يا حربي، أنا بقالي زمن مستنيك. كل واحد منا خد نصيبه يا معلم أبضايا. ده كلام برضه يا راجل، نصيبك لسه مستنيك، وبإذن الله هتاخده على ايدي يا حربي. طب ما يلا بقى يا زين بقى عشان نلحق الميعاد بتاعنا، يلا يلا يا حربي يلا. ولا كيمو، هساب الرجاله اللي على القهوه كلهم عندي. يلا يا حربي يلا يا حربي يلا. سلام يا معلم. هو بضايا لسه عامل فيها فتوة الحرم؟ لا ده عقبال عندك بقى فتوة المنطقة كلها، وبيشتغل دلوقتي حساب معلم انشراح بتاعت الخردة؟ انت لسه فاكرها؟ وهي دي تتنسي؟ لا بس بضايا كده ايه؟ شكله حاطك في دماغه، انت لسه خارج من السجن يا معلم، سيبك منه. انا مالي بيه يا عم، هو في حاله وانا في حالي. المهم بس هو يسيبك في حالك.